فابيو سيزار نيلمار التباتا رويا كرة جول كرة جول كرة جول جول فعل نيلمار الكرة القطرية مشاهدينا الكرام تأخذ أجمل كرة وأسبقية هات الكرة وشوف الصورة فابيو سيزار في بداية المشوار وأحلى كرة كانت للنيلمار نيلمار نيلمار الحارس محمود الماس يعاين الأذرار خارج الديار بأقدام برازيلية ذهبية ومثالية الرهيب الرهيب مشاهدينا الكرام في هذه الليلة عجيب 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 يا سلام يا سلام كرة حمراء يأتي بالتعديل ويذهب للتهاني مع كوسمين أوناريو غريب وعجيب التعامل الدفاعي للرهيب يوسف وحده وحده بالراس وحده وحده يسجل هدف التعادل لفريق العين الإماراتي الزعيم يرجع للزعامة من جديد ويرفض الهزيمة ويرفض الخسارة وتعمل مرارة ترجع برازيليا للنيلمار تبطع نيلمار 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 يساوي جول 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 فعلها الرهيب فعلها الرهيب الريان عجيب وعجيب بكرة برازيلية للنيلمار شار الله طبعا المري شار الله المري يسجل هدف العادة يا سادة يا سيريا يا سيريا برازيلية وشار الله المري يعطي للفرقة القطرية أجمل هدية سيناريو غريب قلت مشاهدينا الكرام وأن النهاية ستكون دراماتيكية ستكون دراماتيكية وكانت كذلك على الفرقة الإماراتية انهيار فارس جمعة والبقية هدف ثاني يترك العيناوي